الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. تقترب صادرات النفط العراقي من التدفق إلى دول التشيك الأوروبية التي تسعى للحاق بركب بقية الأعضاء في حظر خامات موسكو. وبحسب منصة الطاقة المتخصصة الأمريكية، فإن النفط العراقي سيصل إلى الدول الأوروبية عبر ناقلات النفط، ثم إلى خط أنابيب تال الذي يمتد من إيطاليا إلى ألمانيا، ويتصل بخط أنابيب IKL الذي يزود التشيك. أكدت مصارف مطلعة سيطرة 6 مصارف عراقية على الجزء الأكبر من التحويلات المالية بالدولار في العراق، وهو ما بات يثير المخاوف بشأن احتكار السوق والتأثير في الاقتصاد الوطني. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن نسبة التحويلات التي تتم عبر هذه المصارف تتجاوز 90% من إجمالي التحويلات الخارجية بالدولار، وسط شكوك بشأن شفافية الإجراءات المالية ومدى مراقبة السلطات لهذه العمليات. ارتفعت القروض والتسهيلات المالية التي منحت البنوك الأردنية وشركات الإيداع الأخرى خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي بشكل واضح بنحو 1,216,000,000,000 دينار، أي ما يعادل 1,714,000,000,000 دولار. وقال البنك المركزي الأردني إن رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية منذ كانون الثاني وحتى نهاية آب من هذا العام زادت بما نسبته 3.6%، وذلك عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي، مقارنة مع ارتفاع بلغ 639 مليون دينار أو ما نسبته 2% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. قال مسؤول مصري إن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المتفق عليها في القرض الذي وافق عليه الصندوق في شهر آذار الماضي، والذي يتطلب رفع أسعار الوقود وتخفيض الدعم. ونقلت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن مسؤول مصري قوله إن جميع الإصلاحات ستنفذ وخلال فترة أطول من المتفق عليها، إلا أن مصادر صحفية أكدت أن الصندوق مصمم على المضي قدما في خطة الإصلاحات دون تغيير وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقا مع الحكومة المصرية. قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي البارسلان بيرقدار إن بلاده بحاجة لاستثمارات في القطاعين العام والخاص تبلغ 100 مليار دولار لتحقيق هدف زيادة قدرتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 4 أمثال لتصل إلى 120,000 ميجاوات بحلول عام 2035. وأضافت أن وزارة الطاقة تعمل على إدخال تغييرات على اللوائح الحالية للاستثمار في الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إصدار تراخيص مسبقة وتصاريح لتشغيل محطات بقدرة إجمالية تبلغ 34,000 ميجاوات لم تتحول بعد إلى استثمارات. قبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن.
ختاما إلى اللقاء.